شدك يا راه متتبع قناة شوف تي في في قلب دوار مجدبة ولاد ناصر. الناس خارجة بعد ما عندهم أرض ديال الملك، أرض ملك ديالهم، مجموع ما تهاجم الملك ديالهم ما بين ليلة وضحاها غادي تمشي ما بين جد خليكم معنا. وهاد الناس سيدي خلونا جدودنا الله يرحمهم خلونا الملك، وهاد الناس ثلاثة تجمع دحامنا وولاد أحمد والصوالح النياب ديالهم، دابا عاد جاو تلوحوا لينا وكيقول لك الارض ديالنا، دابا حنا فين غنمشيو؟ جاو قال لك عيطوا هاد البلاد ديال جدودنا وحنا قادرين نموتوا، حنا ولادنا ولا نعيشوا حنا ولادنا، وهاد الارض ضروري ما عندك راه قاعدين عليها، نموتوا وصلات عندي. ما خطاونا هادشي ما عادو فين نمشيو، ولادنا مرة ما عادو فين نمشيو وتشوفوا فيها هي. واش كيجي واحد رزقو غادي وما يبكيش؟ واش انا قاعدة انا ماشية بلا رزق سمعت تهضر وما كناكل ما كنشرب، قاعدة نضيع انا وليدات، واش حنا نضيعو في هاد الشيء؟ مازال الروين هنايا في قلب ارض ملك ديال هاد الساكنه هادي اللي تتعاني معاناه حقيقيه واللي كيطالبوا على ان الارض ملكهم يبقاو فيها. شنو واقع اخويا؟ نعم سيد الله يزيدنا فيا محمد الساتت، هاد الناس هادو حنا وعيت محمد الخامس الله يرحمه خلى عندي 10 سنين وانا موت، وجدودنا كانوا يتصرفوا في هاد الارض، وملي ماتوا جدودنا عاود بقاو ثاني والدينا، والدينا عاود ماتوا عاود بقينا خلونا حنا كنتصرفوا، وهاد الناس سيدي خلونا جدودنا الله يرحمهم خلونا الملك، وهاد الناس ثلاثه تجمع دحامنا وولاد احمد والصوالح النياب ديالهم، دابا عاد جاو تلوحوا لينا وكيقول لك الارض ديالنا، دابا حنا فين غنمشيو؟ ساتت عاش عاش الملك عاش، احنا ما غنمشيو الارض ديالنا راه حنا ما غندوزوهاش. هو شوف مكتوبه في وزان والوراق مشاو حتى للرباط ومصغبون بجدودنا، وهاد الناس دابا عاد جاو تلوحوا لينا، كاين اللي بغى يشد شي حاجه كيشدها ويزيد بحالو. حسيت بالحقره؟ حسيت بالحقره، وحنا عندنا هاد الناس هادو هما دايرين لنا السيد ها هي. داير لنا السيد سيدي مشينا مشينا حتى العماله القنيطره، ومشينا سيدي دابا حنا مدخلين المحامي مدخلين المسائل كامله، وهاد الناس هادو تنطلبوا من جلاله محمد ساتت هو ينظر فينا هو يشوف حالنا. هاد الناس دابا بغاو يخليونا حنا حنا جوج جموع، عندك ولاد ناصر والمجادبه الملاكه هادو مالين الملك ماشي جماعه، يعني انت ماشي جموع ماشي جموع، جموع عند ولاد احمد وعند الدحامله وعند صوالح وتبغى يعوموا علينا حنا حنا جوج جماع جوج جموع عندك ولاد ناصر والمجادبه. خليك معايا شنو واقع اخويا العزيز؟ شك كبيله يعني جيتي تهضر معنا بواحد الحرقه تقول لك ارضي ملكي ملك بوراق بالمسائل القانونيه مشات لينا. حنا استاذ كنتفاجئوا في شهر 6 في 20 كيصيفطوا لنا استدعاء يقول لك خصك تخرج من الارض، وجاوبنا على سعاده العامل. كنقولوا حنا الناس هاد الناس اللي مدفوع بعد اول حاجه واستغلال النفوذ، هاد الناس اللي مسمد القوه ديالهم ما عارفنش، يعني كنتمنوا اليوم صاحب الجلاله نصره الله يتدخل في هذا الشيء هذا، لان الملكيات من عام 1938 والناس كتملك هذه الارض وبالوثائق وبالملكيات وبكلش، وهاد الناس هادو باش نسير واحد النقطه، هاد الناس هادو صيفط لنا الحدود يعني مستدعينا نهار 23 كيقول لك وقف على الحد ديالك، حنا في الجوار حنا عندنا ارض املاك، وهاد جماعه الصوالح ودحامنا ولاد احمد ما عرفناش منين مستمد القوه ديالهم، لان السلطات ما عرفناش دابا حنايا هذا المشكل دافع بعد رئيس الدائره اللي كيهدد الساكنه كامله دوار ولاد الناصر ودوار المجادبه، ما عرفناش المشكل ديالو شنو هو معنا حنا، لان هاد السيده انت دايرك السيده في واحد المنصب باش كتحمي المواطن والحقوق ديال المواطن، ماشي باش تغلب شي على شي. راه كاين صاحب الجلاله كنتمنى هاد الفيديو هذا يوصل للمسؤولين الكبار وصاحب الجلاله ويكون واحد التدخل، لان هاد الشيء هذا راه الفوضى عندنا هنا، لان هاد الناس هادو ما عرفوش القوه ديالهم منين واستغلال النفوذ، تقول الارض صح عندي هالك والارض
من عام 1938 ونسكت ملكه بالملكيات. حنا كنهضروا بالوثائق ماشي كنهضروا عن فراغ. وكنتمناو ان المسؤولين ياخذوا بواحد النظره، لان هاد الناس هادو راهم طغاو في البلاد، لان هاد استغلال النفوذ وهاد العقارات الناس راه بقات كتنبهم. ما عرفناش المشكل حنا منين هاد الناس عندهم. اليوم انا كنتلقاو تهديدات، كنتلقاو تهديدات اللي كيقول لك ان خصك تجي تحضر معايا وتسني لي على الارض ديالك. هذا بزاف د الحوايج، بزاف د المسائل. ومن هاد الشيء كامل عندنا السلعه ديال الحدود نهار 29 كيقول لك سير توقف على ارضك، فيما اليوم كنتلقاو تهديدات كيقول لك اللي وقف على ارضه ولا شي حاجه الحجره عنده الصحه، تحديد عنده الصحه في الملك. حنا هادشي ما متقبلينش. كما كتشوف الساكنه هي كامله كتغوت، الناس راه كيهضروا على حقهم. وباقي نوريك الحدود ديال الجموع مع الملاك. نعم من جدودنا 160 سنه، واليوم هاد الناس الصوالح ودحامنا وولاد احمد جاو قال لك عيطوا هاد البلاد ديال جدودنا، وحنا قادرين نموتوا حنا وولادنا ولا نعيشوا حنا وولادنا، وهاد الارض ضروري ما عندك قاعدين عليها نموتوا وصلات عندي ما نخليوهاش يديوها. هما تيهدونا هادشي تهديد، وحنا خاصنا نديو هاد الارض. هاد الارض ديال مخلاها جدي ولا خلاها با، وهي من خاصنا نديوها ملك. اه ديالنا وجالسين عليها ملك سنوات. كيفاش بنت هاد المنطقه؟ انا بنت هاد المنطقه وتزوجت في هاد المنطقه وبنتها وزايده فيها وعايشه فيها. وهاد الارض ما يمكنش يديها شي واحد جا من برا ويديها. وشكرا جلاله الملك سيدي محمد السادس. تسبيك وهذا من جدودنا خلاوها وكنعيشوا فيها. هذه اللي عندنا تنعيشوا فيها، ما عندناش من غير انا ووليداتي وهاد الوليدات كلهم. كلشي عيطي على الجماعه ولا عيطي. مشات امي؟ مشات حبيبي مشات. ما عندناش من غيرها، هذه اللي تنعيش فيها، هذه اللي عندي هي الحياه. لما مشات لهاد البلاد ما بقى لي في الجنه. تتبحيها تتعيشي منها؟ تنعيشوا منها، هذا اللي عطانا كنتسقطوا منها، اللي عطانا كندخلوه وكنعيشوا فيها انا ووليداتنا. ما عندنا باش نعيشوا، ما عندنا فين نمشيو، ما تعرفوا فين نمشيو، ما عندنا فين نمشيو. واش باقي فيا ما نمشي نحرق نمشي نخرج على برا؟ يعني نمشي هذيك اللي عندي نتسقمت فيها، ما بقاتش فيا صحه، بقيت نتسقمت في هذيك البليده. جدودنا خلاوها، حتى واحد ما يقولك شي حاجه. زوج قالوا لكم؟ شو قالوا لنا؟ هذه جماعه. هي ماشي جماعه، عندنا الملكيه ديالنا، عندنا ورقاتنا، عندنا كل شيء باش نتصرفوا في هذه الارض. عندنا كل شيء. عندنا كلشي المرضي، ودابا بغاو يديو لنا رزقنا. واش يديو لنا صحة ولا هادشي؟ ماشي صحة. والله يزيدنا في ايام سيدنا، الله يطولنا عمره والله يقصر عمره. انا لازم كنمتي علاه؟ كنمتي يا خويا على هاد الظلم، على هاد الظلم اللي يديو لنا. غادي علي تما انا يعني طحنا حمقى ما عندهاش تراغم اخوتي. راه الظلم هذا، شوفوا فينا ان شاء الله. واش كيجي واحد رزقه غادي وما يبكيش؟ واش انا قاعد انا ماشي عامل راه سمعت هاد الهضره وما كناكل ما كنشرب، قاعدة ضيع انا وليداتي. واش حنا نضيعوا في هذا الشيء؟ الله يزيدنا في ايام سيدنا والله يطولنا عمره. لا كان عايدير هذا الشيء غالب الله، ما عندنا ما ندير. ولادنا غادا، ولادنا ضيعن، ولادنا خصهم من ياكلوا وفين يشربوا. بلادنا راه ما كاين، ما كانش هذا تسقوتهم، لا ما كاين حتى حاجه. هاد البلاد ديالنا من ولد الجد جد وحنا تنتقوتوا فيها سيدي. أنا ما خطاونا هادشي، ما عندنا فين نمشيو، ولادنا مرة ما عندنا فين نمشيو تعيشوا فيها هي. أنا سيدي من هذي عندي 60 سنة وأنا تنعيش في الأرض، هذا عمري ما سمعت شي حاجة. اليوم من جيت اليوم تقهرت أصحابي، تقهرت ما كنتش نشوفها من جد جد. هاد البلاد هادي تنتقوت فيها من الولد للولد، ما عندنا فين نمشيو، ما عندنا فين نجيو. انا باش نقول لك شي راه تشوف راه تباه ما تشيش ونفسي ما تغديش. كبيره ما جاتش الناس، الناس الناس ما جانيش. علاه؟ انا سي صابر من بلاد تقول ولاد ولادي عايش نديرها ولاد قبيلتي وانا ما عندي فين نعيشوا. انا صاحبي انا مريض وما عندي فين نخدم، انا بقى عندي 60 سنه بقى عندي خدمه شي واحد وانا تنعيش في هذا العصر. شنو المسؤولين؟ شنو تقول المسؤولين؟ الله يرحم والديك. زدنا في عينا، زدنا في سيدنا، احنا سيدنا الله يزدنا في يامو. لما تقبلونا احنا الله يرحم والديك، الله يجزيكم بخير.
حنا البلاد ديالنا راه متاخده من جد جد، ما عندنا فين نمشيو.